Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alan, Korea, kullu mudun fi matar. Hada matar mundu imbaria. Tul alyom mundu imbaria u alyom hatta bukra yani bikun matar. Matar mubarak. Hala muntasaful shahr khamsa hala yani taqriban saa arba masa. درجة الحرارة حسب المدن تقريبا 18 أو 19 أو 20 درجة الحرارة يعني مو بارد كثير ومش حار لكن في الصبح بكير أو بالليل تقريبا 15 درجة الحرارة هلا يعني شهر 5 الجو بجنن ممكن سماء كوريا هجين عشان صراع بين فلسطين وإسرائيل إن شاء الله نتمنى بكون السلام نتمنى وقف قتل أو دمر وصاروخ إن شاء الله إن شاء الله نتمنى بكون سلام إن شاء الله بإذن الله هل سمعت هذا صوت المطار مطار 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 حلو هاي هون شقتنا كل شقة في كوريا هيك في حديقة صغيرة جميلة منذ إمبارح يوم السبت مطر 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 شقة في كوريا أقل شيء 15 طوابق وفوق يعني 20 طوابق أو 30 طوابق طويلة
اليوم يوم الأحد. كوريا شمسية ضروري ضروري جدا. 자, 사막나라 중동에서 살다 와서 비가 오니까 너무 좋습니다. 하다 후와 샤카 피 코리아 아칼리시 캄스타 시타오백 우 디르타 우일 아샨 코리아 제노비아 하즘 아니 아크바르 쇼아이 미날 우르둔 라킨 아다두 수칸 타크리반 캄심 밀리언. 사람아리쿰 알룸 사르 요물 이스넨 사바타시 캄사 마잘라 마타르 아나 집투 샴시야 ولكن هلا صار مطر خفيف انا سكرت هذا الشمسيه والجو بجنن في شويه غيوم ممكن مستمر مطر اليوم كمان مستمر من الفجر خفيف هذا مطر بلشنا يوم السبت واحد هلا يوم الاثنين خلال ثلاثة يوم هذا كميه المطر يعني تقريبا 100 مليلتر كويس لهذا المطر وكوريا جميلة جدا أي مكان في أشجار كثير وكل أقدار هذا الشهر خمسة بجنن كوريا يوم الاثنين دوام أول يوم دوام في أسبوع وهذا خلال ثلاثة يوم مطر يعني كمية المطر تقريبا 100 مليلتر كتير كويس كل أماكن الشجرة وهلا موسم الربيع هذا أشجار ورد كتير وهلا كمان بنزل المطر مفاجأة أنا فتحت الشمسية وهذا يوم السبت أحد اليوم كمان يوم الاثنين سماء كوريا كتير حزين بسبب فلسطين ومنطقة غزة إن شاء الله نتمنى بيكون هناك سلام وإن شاء الله أنتم كمان دير بالي كورونا وأنا أتمنى أنتم دائما بيكون صحة جيدة ومبسوطة إن شاء الله. 내려놔 이기면 되겠네.